مجال الطب، من مجال الأغنية، من مجال الكاريكاتير والرسم، ومن مجال الكتابة. ضيوفنا اللي موجودين النهاردة عشان يتكلموا عن انطباعاتهم كمشاهدين للكورة، والحقيقة ده حق للجميع. وإذا ما كناش نقدر نتكلم في الكورة إذا نقدر نتكلم في إيه؟ كمان حضراتكم عندكم كل الحرية للمشاركة بإبداء رأيكم حتى لو كان رأي غير علمي. إحنا في النهاية لما بنتكلم على الأهلي بنتكلم على قطاع كبير جدا من بالنسبة السكان في جمهورية مصر العربية، ولما بنتكلم على مشكلة الأهلي فاحنا بنتكلم كمان على النسبة المتبقية اللي هي بتشجع الأندية الأخرى، يعني بنتكلم تقريبا على 70 مليون أو 70 مليون إلا شوية ما لهمش خالص في الكورة. أولا معانا دكتور سامح فريد عميد كلية طب القصر العيني، أهلا بحضرتك. أهلا يا دكتور. معانا استاذ عنتر هلال الشاعر الغنائي، اهلا بيك استاذ عنتر. اهلا بيك. زملكاوي صميم جدا. طب ولابس احمر ليه؟ ولابس احمر بتمحك في الاهلي. طيب استاذ حلمي النمنم الكاتب الصحفي، اهلا بحضرتك استاذ أهلا حلمي بحضرتك. واخيرا استاذ جمعه فرحات رسام الكاريكاتير الشهير جدا. انا هدعو حضراتكم ان انتم تسمعوا لراي الناس في الشارع، برضه ناس مش متخصصين، على فكره انه المباراه دي او الماتش هل دي منتج للنادي من حق انه يستثمرها زي ما هو عايز ويزيد من موارده ويستغلها بالشكل اللي هو شايفه مناسب، ولا لا في جهة اخرى من الممكن ان تتحكم في هذه المباراة وهذا الماتش. ماتش الاهلي والامبي اللي فات ما تزعش، هل شايف ان ده من حق النادي الاهلي؟ لا، ده بيفرض عضلاته النادي الاهلي كده، بيفرض عضلاته، وقناه الار تي هي الاخرى بتفرض عضلاتها بقى الدوله داخل الدوله اساسا. من حق الجمهور الاهلي بالكامل انه يتفرج على الماتش يعني اساسا يعني. من حق ان انا اتفرج على الماتش، انا مش بتفرج على فريق بره، من حق ان انا اتفرج على النادي الاهلي، معيش لازم اتفرج على النادي الاهلي، معيش ان انا اروح الاستاد يبقى اتفرج على النادي الاهلي. من حق كل اهلاوي يتفرج على الاهلي طبعا. مش من حق الاهلي زي ماتش، الماتش كل الجماهير من حقها لازم تذيع الماتش عشان الاهلاويه دول بيشجعوا من النادي الاهلي. من حق الاهلي ان هو ما يذيعش ماتشاته، يعني انا النهارده انا نادي كبير ومحترم وعملت قناه خاصه بيا، يبقى انا اذيع عليها ماتشاتي، ايه اللي يخليني اذيع ماتشاتي في مكان تاني؟ كان المفروض يقعدوا على ترابيزه المفاوضات من قبل كده بكتير، ما يجيش اول ماتش هو اللي تحصل فيه مشكله. والدوري السنه اللي فاتت برضه حصلت فيه نفس المشكله، بتبقى فيه مستحقات للانديه عند اتحاد الكوره بتاعه الماتشات وهي اللي بتتاخر، ونفس القصه كل سنه كل سنه. من حقه جزء معين اللي هو حق اللي هو الاذاعه ديت ان هو ياخد فلوس عليها، انما لما يكون الاتفاق مش يعني بينه وبين اتحاد الاذاعه والتلفزيون مختلفين فيه، الجمهور مالوش ذنب ان هو ما يتفرجش على ماتش زي كده. مش من حقه بصراحه ابدا ابدا ان هو يحرم الجمهور ان هو يتفرج ويستمتع باللعيبه بتاعته. جميل الاهلي بتحب النادي الاهلي وعاوزه تتفرج على الماتشات كلها من غير تشفير من غير اي حاجه. طب انا ما عنديش دش، اضطريت انا انزل اقعد على القهوه عشان اتفرج على الماتش، عشان اقعد على وصف مدايق، يعني عشان اقعد على وصف 7-8 جنيه. حرام بجد والله يا جماعه، حرام، احنا الشقيانه حرام عليكم، هي دي المتعه الوحيده اللي احنا بنتفرج عليها 90 دقيقه، بلاش تحرمونا منها. طبعا واضح ان في بعض خلط في المفاهيم، لانه الماتش لما كان هيتذاع على قناه الاهلي كان هيتذاع اساسا قبل ما يكون القرار بمنع بثه بشكل نهائي، كان هيذاع بشكل مفتوح للناس. التعقيدات فيها تفاصيل كثيره جدا الغير المتخصصين على غير درايه بها، انما في النهايه المشاهد زي ما بيشوف وبيشجع وبيدفع من جيبه سواء زراح الماتش او انه الاعلانات بتدفع على مشاهدته دي، فكمان من حقه انه يقول رايه. استاذ جمعه فرحات، حضرتك اهلاوي صميم، الماتش ده المباراه بتاعه النادي الاهلي اللي بتتلعب على ارضه وهو اللي بياخد التذاكر بتاعتها بيبيع اعلاناتها سواء في صورة التذاكر او الفانيلات، هل المباراة دي من ضمن املاك النادي ولا يقدر يتحكم فيها زي ما هو عايز، ولا هي ممكن اتحاد الكورة هو المفروض يتحكم فيها؟ بس عايز الاول اقول حاجة على الناس اللي اتكلموا دلوقتي. الناس اللي اتكلموا مش فاهمين الموضوع فعلا، وده اعتقد انه لبس اعلامي سيء للغايه. اللي انا اعرفه جيدا انه النادي الاهلي كان هيذيع الماتش على قناته، في نفس الوقت هيذيع على القناه الثانيه الارضيه على قناه الرياضه الارضيه. يعني هنا يبقى الجمهور المصري كله والفضائيه المصريه، يبقى معنى ذلك ان الجمهور المصري كله والعربي هيتفرج على الماتش، مش في مشكله. يعني هي المشكله هنا مشكله خاصه باتحاد الكوره مع النادي الاهلي وليست مع النادي الاهلي وجمهوره.
النادي الاهلي هنا ما حجبش خالص الماتش ولا كان مشفره ولا انك لازم يبقى عندك اشتراك في شركات معينه علشان تقدر تشوف الماتش. فهنا ده اللبس اللي عند الناس واعلاميا ما حصلش توضيح لهذه المساله. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انا شايف النادي الاهلي عنده حق تماما في ان هو ده ماتش منتجه يستغله، هو بيدفع النادي الاهلي. هل هناك من يدفع مع النادي الاهلي في شراء لاعب؟ لما يبقى شاري لاعب زي احمد حسن مثلا ب 10 مليون او 15 مليون ولا 20 مليون، لما يجي يطلب انه الشركات دي تعمل مين اللي يبص ماتشات النادي الاهلي، فاغلى حاجه تقدمت النادي الاهلي 10 مليون، ما كملوش ثمن ربع لاعب. طب من الذي ينفق على تكوين فريق مهول وكبير زي النادي الاهلي؟ يعني حاجه بتقول ان المباراه دي ملك للنادي، ملك للنادي يعني فيها اللي هو عايزه، ومن حقه ان هو يعمل اللي عايزه وياخد الاعلانات اللي ممكن تعمل له طبعا تاثير كبير جدا. استاذ عنتر هلال، انا هاخد بس الكلام من احد الناس اللي اتكلموا في الشارع وقال كلمه اثرت فيا جدا على فكره وهزتني، وكل هي كلمه لما قال احنا ما عندناش متعة تاني غير هما التسعين دقيقة دول، ليه بتحرمونا من اخر متعة عندنا وبعدها ما فضلناش حاجة؟ يعني انا هيقلي ان اللي ما فعله النادي الاهلي هو نوع برضو من وضع الناس كلها، لان مصر انا بعتبرها كلها اهلوية في الاصل، والزمالك استثناء، يعني المواطن المصري اهلاوي بالتوريث الى ان ويبقى زملكاوي مثلا، ودول اقليه، يعني هو متهم بالاهلويه الى ان يثبت العكس، كلنا اهلويه في الاصل يعني الى ان بقى واحد يعني يشز عن يعني انت قبل ما تبقى زملكاوي يعني قبل ما تبقى زملكاوي متعصب كنت اهلاوي؟ كنت اهلاوي طبعا لكن بعد ما بحثت عن متعه الكوره وفنها لقيت ان انا لازم اشجع فرقه زي الزمالك عشان مش عاوز اخوض او تجرجريني في مشكله. ماشي. انا قلت خلاص رأي. انا عايز احل السؤال الاساسي وهو موضوع المواطن دلوقتي. انا بعتبر ان مساله وطنيه، يعني مساله مش مساله فريق ونادي وحاجات دي كلها. انا يعنيني المواطن رغيف الخبز اصبح مشكله، رغيفه اليوم الثاني هو الرياضه، يعني الناس بتشتري الجورنان دلوقتي بتجري على صفحه الرياضه دايرك بدليل ان اصبح يعني المنتج دوت بيبيع، اصبح في جرايد متخصصه في الموضوع وفضائيات وهكذا. فاحنا نيجي نلعب في اخر كارت بيراهن عليه المواطن في السعاده وهو الماتش الكرة، يعني راجل لما بيقول انا ما عنديش جيش طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ واحد بيقول انا متعتي هي التسعين دقيقة دي. انا شايف ان النادي الاهلي اذا جاب لعيبة زي ما بيقول الاستاذي جمعة فرحات على انه بيجيب لعيبة ب 15 مليون ده نوع من السفة، يعني انا بعتبره ده رأي خاص واللي يزعل يزعل. انا شايف ان هو لو يعني ده يعني سوء يعني المفروض ان الانديه المصريه احنا ما لسه بدري على ان نتكلم في المواضيع دي ونقول احنا عندنا كوره، لسه فريق اجنبي جه لعب الاهلي ما اعرفش عمل فيه ايه بصراحه 3-0 ولا ايه ده هنا في مصر، وكان اللي يبدا الفريق ده كان نازل من ساعتها من فسحه في الهرم، يعني الموضوع مكشوف وبيظهر قوي حجم الموضوع، مش لان الموضوع واخد اكبر من حجمه. بس في النهايه النادي ده له شعبيه كبيره جدا، هو اكتر نادي ممكن بيحقق مكاسب. السؤال هو ليه ضد حضرتك او بمنطقيه ليه حضرتك ضد انه النادي الاهلي يقول ان المباراه دي بتاعتي اعمل فيها اللي انا عايزه؟ بص حضرتك، اولا النادي الاهلي بعد ما قضى على كل منافسينه بشكل شرعي او غير شرعي واجهز عليهم تماما التفت لجمهوره، لانه ما عندوش دلوقتي تقريبا حد يعني يشتغل عليه، فالتفت لجمهوره لان جمهوره كتير وممكن يلعب لعبه انه كمان ياخد منهم اخر مليم في جيبهم، ان هو يدخلهم في مساله التشفير او يوديهم الاستاد او كده، مع ان الاهلي دوت وراه مؤسسه، معلش يا دكتور استاذي انا بقول ان الاهلي وراه مؤسسه كبيره جدا يقودها راجل يرأس النادي، مؤسسه بتشتغل في الاعلانات، ممكن جدا لو وظفت وموظفة يعني تقدر تجيب فلوس كتيرة لو مسألة مادية، ولو أحسنوا الإنفاق على لعيبة يعني تستحق. طيب المبالغ دي كان ممكن يوفر إيه؟ كان حضرتك زملكاوي يهمك مباراة النادي الزمالك، يعني أصل هي المشكلة هتنتقل للزمالك بعد شوية تفرجي، وهتنتقل للإسماعيلي وهتيجي وهيبقى في الآخر مين هو دافع، مين هو اللي هيتجرع يعني بقى كل نادي هيعمل قناة خاصة بيه ويقول المباراة دي بتاعتي. ما هو خلاص فتح الباب، ما هو الأهلي ده قوة جبارة، الأهلي ده حكومة، الأهلي دوت كيان كده بصراحة أنا شايفه أنه هو يمثل الوجه الآخر للحكومة، يعني ممثلة في لعبة حزب الوطن، حزب يعني هو الحزب الوطن، وهو الأهلي ده يعني أنا شايفه أن يعني الفريق واخد أكبر من حجمه، وأن الموضوع يعني منفوخ فيه قوي،
وطبعا كلنا عارفين مين الحقيقه يعني. الحس آخر الزملكاوي يتحدث عن انا بس عايز اقول اخر كلمه اخر كلمه في الموضوع بالنسبه لي عشان انا مزنوق فيها قوي ان 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 ان, إن, إن الموضوع ده لازم يرجع لاصله حالا وبسرعه وبدون تفكير, ويفكر الاهلي في يعني ان هو ينمي موارده بطريقه اخرى غير الطريقه دي. بس دكتور سامح فريد, بعيدا عن الطب ومشاكل القصر العيني اللي لا تنتهي, انا عارف ان حضرتك ليك موقف محدد من الكوره ومتابع المشكله دي, شايفها ازاي؟ شايفها مشكله اهلي وانديه اخرى ولا شايفها مشكله من نوع اخر؟ شوف يا حضرتك, انا طول عمري بقول ان الاشياء اللي بتؤثر في المجتمع المصري والشعب المصري في هذه الايام هم حاجتين, صلاه الجمعه والكوره, هم اكبر تجمع للمصريين في كل اسبوع.